من عاش حقبة الستينيات والسبعينيات لابد من أن يكون قد عرف البيتلز، ومن عرفهم واستمتع بأغانيهم من المؤكد أنه عرف حق المعرفة جون لينون. هذا الرجل كان موهوبا لدرجة أنه كتب معظم أغنيات البيتلز مع بول ماكارتني، ليشكلا ثنائيا صنف كأفضل كاتب أغاني في القرن العشرين. مع هذه الفرقة بدأ لينون كعازف جيتار، ثم تعلم عزف البيانو. في عام 70 وبعد انفراطه عقد البيتلز، توجه لينون إلى الولايات المتحدة وتحديدا إلى نيويورك، حيث أكمل مسيرته الفنية برفقة زوجته يوكو أونو، حيث وضع أحد أشهر ألبوماته إيماجين. واللافت الآخر في شخصيته أنه كتب أغاني ثورية عكست انتماءه اليساري، مثل Give Peace a Chance، كما عبر بأغانيها عن رفضه لحرب فيتنام، ما دفع بالرئيس الأمريكي نيكسون إلى طرده، إلا أن أغانيه أصبحت بمثابة أناشيد خلال التحركات المعادية للحرب. حصل لينون على تكريم كبير باختياره كأحد أشهر 100 مغني روك بعد مرحلة البيتلز، ومن أغانيه التي غناها بعد مرحلة البيتلز توجد روح تشاؤمية واضحة، حتى إنه في إحدى أغانيه غنى أنه لا يؤمن بالبيتلز. إلا أن حياته لم تكن على هذا القدر من الكمال.